ديربي الميرسي سايد بيخرج بتعادل سلبي 0-0 ومباراه باهته جدا من يورجن كلوب. يورجن كلوب اللي كان قبل الكورونا كان بيبقى فيه شكل وتكتيك وحماس وروح وكل حاجه تقدر انت تكسب الدوري، لكن بعد الكورونا وبعد التوقف لما رجعت حس لعيبه ليفربول برده، لعبتها هاديه، اللعيبه ما عندهاش روح ان هي تكمل المباراه، ما عندهاش روح ان هي تكسب المباراه. ده شفناه كتير جدا في فترات الماتش، لكنها تاني ايفرتون قدم مباراه كويسه جدا وانشيلوتي قدم مباراه كويسه. هنتكلم عن كل حاجه عن فريقين في مباراه النهارده وليفربول محتاج يعمل ايه عشان يقدر يحسم الدوري المباراتين اللي جايين برده. ده لك في الحلقه، هنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، بس يا ريت تعمل لايك علشان الاشعارات ترجع من تاني، عشان القناه فيها مشكله اشعارات او يوتيوب فيه مشكله اشعارات، يا ريت تدعم لايك عشان الاشعارات ترجع تاني ويجي لي حلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. بدأ النهاردة بالأربعة ثلاثة ثلاثة اللي بيبدأ بيها تقريبا كل مباريات مساعد كلوب. لما جه بدأ بأليسون قدام فان دايك، ماتيب ناحية اليمين، ميلنر وروبرتسون بره السكور تماما، مش فاهم ليه، هل هو مصاب ولا حاجة تانية مش عارف، مفيش أي أخبار قريتها بصراحة إن روبرتسون مصاب. ناحية اليمين بيلعب أرنولد، ثلاثي نص الملعب هندرسون ونابي كيتا وفابينيو، بيلعب قدام ثلاثي ماني وفيرمينو ومنامينو وصلاح على الدكة. ليفربول كارلو أنشيلوتي عرف يخنق ليفربول ازاي، ان هو قدر يخنقه في نص الملعب، قدر اللي هو ما يدروش مساحه في نص الملعب، لعيبه الاطراف تضم نص الملعب تدعم في نص الملعب، لا ده بيخلي لعيبه نص الملعب تضطر ان هي تروح على الاطراف علشان تقدر تلعب كوره، لان في نص الملعب هندرسون وفابينيو ونابي كيتا لما كانوا بيحاولوا يلعبوا في نص الملعب بيضغط عليه بلاعب واثنين واحيانا بيبقى ثلاثه، فبتقدرش تطلع الكوره من تحت لفوق، ما بتقدرش تلعب للاطراف بتوعك. الحاجه الثانيه برده اللي كانت يعني مضايقاني جدا في المباراه، الناحيه الشمال مفيش اي فعاليه هجوميه بسبب ان ميلنر هو اللي بيلعب باك ليفت، ماني لوحده، نبي كده لما حاول حتى يميل عليه علشان يساعده في الناحيه الهجوميه ماني ابتدى هو اللي يخش بالعمق، بقى يفضل الاثنين على الطرف، فبقى في مشكله. من يمين لما كان بيخش للعمق عشان يساند لعيبه ليفربول من العمق كان بيبقى في زحمه كبيره جدا في العمق، بيبقى في تكتل كبير في العمق، انت مش عارف تلعب في العمق. وناحيه الشمال او ناحيه اليمين انت بترفع عرضيه مفيش كثافه في منطقه الجزاء، لان انت بترفع عرضيه لفيرمينيو بس في وسط ثلاثه ولا اربع مدافعين، فشكل ليفربول غريب، انت ليه بتلعب بالشكل ده؟ ليه صلاح جنبك على الدكه؟ ليه فينالدو جنبك على الدكه؟ ليه روبرتسون بره السكور تماما؟ دي مش فاهمها، حتى التغييرات بتاعته غريبه، اللي انت شو اللي تلعب تغييرات هنجيلها بعد كده، بس انت الشوط الاول مفيش فعاليه، مفيش فعاليه على المرمى بتاعت ايفرتون، فعلا مفيش غير الفعاليات اللي انت يعني بتوصل مرمى ايفرتون من ناحيه الكرات الثابته سواء فاولات او كورنرات بس، لكن كلاعب جماعي ولعب على الارض وباص باص 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 وشوت مثلا من بره او حاجه لا ما كناش بنشوفه. وكمان اللي كنت ملاحظه شويه ان مينامينو كان ممكن جدا يلعب مكان فيرمينيو النهارده بدل ما بيتطرف على الطرف، لاعب مينامينو ممكن يلعب الفولس ناين، اللاعب المهاجم الصريح اللي هو تحت كده اللي هو يفتح مساحات للاطراف اللي هم يخشوا لمنطقه الجزاء، او يلعب لك مهاجم، او يلعب لك صانع العاب، لكن مش طرف، ما يلعبش مكان محمد صلاح. مينامينو مش من اللعيبه اللي يرجع يدافع مع ارنولد ويخش لقدام يهاجم ويضغط على المدافع ويدب لجوه ويشوط الكره، لا هو مش محمد صلاح. مينامينو دوره بتاع محمد صلاح اللي لعبه النهارده خلاه مختفي، خلاه مش قادر يقدم حاجه لليفربول. كلوب انا مش فاهم كان في تقل دم في الحكايه بصراحه، اللي هو انت مش عايز تعمل تغييرات تنشط هجوميا، مش بادئ بتشكيل مميز، مفيش دفع للعيبه، اللعيبه حتى في الماتش بارده، مفيش دافع للعيبه اللي هو يلا نكسب، مفيش ده، مفيش بنشوفه ده، كنا بنشوفه دايما في ماتشات ليفربول اللي هو حتى لو انت وحش في الملعب كان بيبقى فيه في اخر دايما ماتش ضغط 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 انت عايز تكسب المباراه. لكن النهارده انت حتى في نهايه المباراه و0-0 ايفرتون هي اللي بتهدد مرماك، ايفرتون هي اللي بتروح تهدد اليسون، ايفرتون اللي بيشوط بالكوره واثنين من الدقيقه 80 مفيش فعاليه على المرمى غير فاولات ارنولد ارنولد ارنولد، لكن تروح بقى بكوره وتهاجم وتضغط وكل ده ما شفناهوش تماما النهارده من ليفربول. شوط اول باهت جدا، شوط اول ما فيهوش اي حاجه تذكر ليفربول، ما فيش اي جمله، ما فيش اي تكتيك، ما فيش اي حاجه، انت كل شايفين انت بعمق ضيق جدا عليك والاطراف مش عارف تلعب عليها، عشان الاطراف بنسبه كبيره مش عارفه تلعب، لان انت متعود دايما ليفربول متعود ان فيرمينو بينزل ما بيبقاش جوه منطقه الجزاء، بيخرج بره منطقه الجزاء، وماني وصلاح بيخش للعمق علشان يهددوا مرمى الخصم،
النهارده صلاح مش موجود، مينامينو في حافظ ده بيخش القلب نص الملعب، بيخش لمنطقه الجزاء، ماني احيانا كان بيخش لمنطقه الجزاء، فيرمينيو كان بيخرج كتير، بيخرج كتير، بس انا بترفع عرضيات ما فيش غير ماني، وفيرمينيو بيبقى في الملعب جوه منطقه الجزاء ما بلاقيش غير فيرمينيو، مفيش غير لاعب واحد بس، مفيش فعاليه على مرمى ايفرتون. دي حاجه انا ما كنتش فاهمها من كلوب بصراحه، لحد دلوقتي مش فاهمها ليه عمل كده. خلص الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني هل في جديد؟ هل انا حي... انا قاعد بفرج ماتش، هل كلوب بيفكر صلاح لازم صلاح ينزل، لازم صلاح ينزل عشان يهدد مرمى فيرتون، لازم يهدد دفاع فيرتون. لكن اتفاجئنا بتغييره في بدايه الشوط الثاني بخروج مينامينو ونزول تشامبرلين. هولي شيت، ازاي يعني ليه تشامبرلين كنت ممكن تنزله بدل هندرسون في نص الملعب، نزل من على الدكه فينالدو وتشامبرلين في نص الملعب وتخرج مينامينو وتنزل صلاح. لكن برضه بتلاعب تشامبرلين مش في مكانه، تشامبرلين ما بيلعبش وينج رايت، لا بيلعب وينج ليفت، لا بيلعب صانع العاب، لا بيلعب في نص الملعب. لكن وينج رايت دي جديده على تشامبرلين. لا وكمان التغيير اللي بعده، اولا انا في الشوط الاول ميلنر خرج مصاب ونزل جوجز، بعد كده في الشوط الثاني في اصابات كتير، ماتي بتصاب برضه يعني انا مش فاهم الدكتور بتاع ليفربول كان تقريبا بتاع ارسنال كان بيحاول بقاله كتير جدا عايز ياخد دكتور ارسنال، فانت خدت دكتور ارسنال خلاك بقى عندك اصابات عديده زي صلاح زي تشامبرلين زي ماتب، كذا اصابه ورا بعض ادوا لتا ليفربول النهارده كان شكله وحش، انت مش عارف تعمل شكل ليفربول بسبب الاصابات اللي عندك. حتى ممكن روبرتسون يكون مصاب كمان، انا ما عنديش اخبار ان روبرتسون مصاب، بس روبرتسون انه يخرج بره السكور تماما ما يبقاش حتى على الدكه هو يبقى فيه اكيد اصابه. لكن انت تبقى ميلنر دي برضه خطا، لان ميلنر في نص الملعب ما بيقدرش يعمل لك دور الضغط على المنافس، انت تلعب باك ليفت اكيد هتلاقي من ظهره من ايوبي او ريتشارلسون، اكيد 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 هتلاقي من ظهره في الحته دي، وشفناه كذا مره بس ما كانش بيعمل فعاليه هجوميه ميلنر اصلا عشان يتلعب في ظهره. لكن التغييرات برضه ليه تعمل كده؟ ليه تنزل من على الدكه، تنزل التغييرين اللي تنزلهم بعد تشامبرلين، تنزل اوريجي، بعد كده تنزل فينالدوم، بعد كده راح منزل لي في اخر الماتش بيطلع ماتيب عشان مصاب وتنزل لوفن. خمس تغييرات خلصوا. هل استفدت بالخمس تغييرات دول؟ لا. هل في تغيير كان النهارده يعني نزل اللي هو يلا بقى هنكسب ليفربول؟ لا. هل تشامبرلين بيفيد ليفربول فاد النهارده لما نزل وينج رايت؟ ما حصلش. هل فينالدم وريجي لما نزلوا ادوا الاداء اللي كان منتظر منهم ان هم يقدروا يكسبوا ليفربول؟ ما حصلش، اصل اوريجي وفينالدم مش عاملين زي ماتش ليفربول ماتش برشلونه السنه اللي فاتت واللي هم نزلوا من على الدكه يجيبوا لك اربع تجوان ويكسبوك الماتش. لا، ماتش النهارده كان فيه تكتيك محكم من انشيلوتي، لو يقفل لك نص الملعب، لو يقفل لك الاطراف، ما ادكش اي مساحه، ما يخليكش حتى التغييرات اللي تنزلها تنزلها صح. نزلت خمس تغييرات ما فيش منهم تغيير صح، ما فيش منهم تغيير اقنعني انا شخصيا. تشامبرلين بيلعب مش في مكانه، بينادم وريجي نزلوا ما فادوش بحاجه، تغييرين التانيين كانوا اضطرارين، واحد لماتيب واحد ميلنر. صلاح ليه ما نزلش؟ مش فاهم، هل صلاح مش جاهز؟ طب كنت تقول كده في المؤتمر الصحفي، هل صلاح مش جاهز؟ لو مش جاهز كنت تقول في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ان صلاح مش جاهز، لاننا ما نبقاش قاعدين مطالبين ان صلاح ينزل عشان يخلص لنا الماتش. صلاح فضل قاعد على الدكه وحتى قام سخن ورجع قاعد تاني ما نزلش، ليه ما نزلش صلاح؟ محدش فاهم. محدش عارف ليه ما نزلش صلاح. الحسم اتأجل شوية، الحسم اتأجل من ماتش كان المفروض نكسب ماتش النهارده وماتش كريستال بالاس ونكسب رسميا الدوري، لكن الحسم اتأجل، الحسم اتأجل لما بعد ماتش كريستال بالاس، انت كده برضه مطالب تكسب ماتشين. ماتشين الجايين كريستال بالاس مش فاكر منهم الماتش اللي بعده، لازم تكسب ماتشين. هنفضل نوقع في نقط كده، هو الدوري مش هيروح، هو الدوري مش هيروح، لكن وقع في نقط، وقع في نقط، انت بتوجع قلبنا احنا بقى. قاعدين على اعصابنا اللي هو في اي لقطة يلا عايزين نحسم الدوري دلوقتي، مش عايزين نقعد من اخر ماتش. عايزين نقعد من اخر ماتش، لا نحسم الدوري باخر ماتش. لا انت بعد عن سيتي دلوقتي، بقت بعد عنه تقريبا ب 24 نقطة او 23 نقطة، فرق كبير مش هيقدر يجيبه في 8 ماتشات، بس انت بالعقل لازم 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 الماتشات اللي جايه تبدا بتشكيله صح، والتغييرات حتى اللي تنزلها تنزلها صح، لازم كلوب يعيد حساباته في ماتش كريستال بالاس اللي جايه بقى في انفيلد. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه ليفربول وايفرتون، قول لي رايك انت في الكومنتس مباراه النهارده، قول لي كمان توقعك، هل ليفربول قادر على تحقيق اللقب او حسم لقب الدوري في الماتشين اللي جايين ولا لسه هنطول شويه؟ قول لي رايك في الكومنتس. ولو حلقة بدنا نسيش تعمل لايك وعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس ونجينا حلقات اول باول، وطبعا على سمير الداتا ديسكريبشن تحت، شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاك مصطفى، نشوف الحلقة الجاية، سلام.